لكل متابعي يلا كرة المشتركين معنا في البريدكشن جيم، معنا النهارده كريم سعيد. يلا نسمع نصايحه علشان نجيب بوينتس ونكسب هديه المركز الاول بي اس 5 والمركز الثاني والثالث موبايل. كريم عايزين مساعدتك يا كريم عشان نجمع نقط اكتر. اكيد طبعا، دينا النهارده مباراه مثلا كرواتيا واليابان اللي انتهت بالتعادل واخدتنا الاكسترا تايم بعد كده ركلات ترجيح. بالظبط، لازم الناس بقى هنا تبقى واخده بالها ان في مباراه النوك اوت في احتماليه ان الماتش يخلص بالتعادل ما يخلصش بفوز الفريقين، وبالتالي هنا ممكن ناس في النوك اوت بيبقوا مركزين ان في فريق هيكسب. لا، ممكن ساعات في ماتشات النوك اوت في اللعبه انها تنتهي بالتعادل. ده هيفرق معانا احنا بقى في البوينتس وعلينا البوينتس بتاعتنا. طبعا 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 يفرق جدا. فهي النقطه انت لازم تخلي بالك في المباريات اللي احتمال يبقى فيها دفاع كتير، الفرقتين متقاربين جدا في المستوى، فما تخليش فكرك بس في النوك اوت انك تكسب فريق على فريق، ربما برضو المباراه تخلص بالتعادل. ده اللي احنا شفناه النهارده يدينا في مباراه كرواتيا واليابان. ممكن النهارده على الاقل اللي توقع التعادل هو اللي ياخد نقط اكتر ويديله مراكز اكتر من الناس اللي توقعت فيه احسن من بقى. الفوز احسن من اللي واحد فوز فكده كده ما خدش ولا نقطه. بالظبط، اللي اخد تعادل يبقى هو كده اللي هيكون اخد نقط. بالظبط كده. بشكرك يا كريم، ولسه عندكم فرصه ان انتوا تشتركوا معانا في لعبه التوقعات. ادخلوا على يلا كوره، اعملوا سبسكرايب وان شاء الله تكسبوا.